شدد مجلس المندوبين في رابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية على إقرار سلسلة الرتب والرواتب كما تم الاتفاق عليها مع وزير التربية والتعليم العالي حسان دياب، مؤكدين أن الاتفاق الذي حصل هو الحد الأدنى المقبول. إذا الحكومة اللبنانية هلا يمكن يخدوه على أي ممسك اجت أحالت هالموضوع إلى مجلس الوزراء اليوم وإلى مجلس النيابي بأقل بكتير من اللي نحن حطيناه حد أدنى، بيقدروا يعملوها بس نحن بدنا نكفي بالإضراب، بس كمان مش هنكون كتير مبسوطين لأنه في ناس ناطرة على الطريق، في تلاميذ ناطرة على الطريق، مسؤولية الحكومة على هؤلاء. نحن عملنا اللي علينا وقدمنا اللي علينا، أنا ما سميته تنازل، أنا سميته تضحية منا، لأنه نحن ضنينين على الجامعة وضنينين على طلاب الجامعة. وأعلن مجلس المندوبين أن جلساته مفتوحة لمواكبة قرارات مجلس الوزراء مع التوصية بالتصعيد بما فيه التظاهر والاعتصام في جميع المناطق اللبنانية إذا لم تتم الموافقة على بنود الاتفاق المحال من قبل وزير التربية إلى مجلس الوزراء.